مجموعة ضخمة من العقود على قائمة تطلعات ماكرون في اليوم الثاني من زيارته للصين. ومن بكين دعا الرئيس الفرنسي بلاده للتكيف مع التحدي الاقتصادي الذي تطرحه القوة الأسيوية العملاقة. يسعى الرئيس الفرنسي لتوقيع نحو 50 اتفاقا وعقدا، ولا سيما في مجالي النووي المدني والطيران. وفي أول تجسيد لهذه الطموحات تم توقيع مذكرة اتفاق تجاري بحضور الرئيسين، تقوم بموجبه شركة أريفا ببناء مركز لإعادة تدوير الوقود النووي المستخدم في الصين. وتم الإعلان خلال اللقاء على رفع الحظر الصيني عن لحوم البقر الفرنسية، كما اتفق البلدان على فتح فرع لمركز بومبيدو الفرنسي في شنغهاي.